حدد جميع الأشعة الموضحة في الرسم أدناه. وهذا تذكير لما هو الشعاع. الشعاع يبدأ من نقطة، يبدأ من نقطة ما ثم يستمر إلى ما لا نهاية باتجاه ما، وحتى نجد الشعاع ستحتاج لنقطة بداية. دعونا نسمي هذه النقطة X، ثم سنحتاج لنقطة أخرى تقع على الشعاع، والشعاع سيستمر إلى ما لا نهاية. سنسمي هذه النقطة Y، ونسمي الشعاع X الشعاع X Y يبدأ عند X ويستمر في الاتجاه Y، يمر بواي ويستمر إلى ما لا نهاية. ونحتاج لنقطة ثانية حتى نحدد الاتجاه الذي يسلك الشعاع. يذهب باتجاه واي ويذهب ما بعدها. إذن دعونا نحدد جميع الأشعة الموضحة في الصورة أدناه. يمكننا أن نبدأ من أي مكان. سنبدأ على النقطة جي. حسناً، القطعة المستقيمة الوحيدة التي علينا أن نبدأ منها تبدأ من جي وتتجه نحو H، ثم تستمر بالاتجاه للأعلى، وهذا ما يعتبر شعاع ويسمى الشعاع جي H. إذن نبدأ من جي، نمر بـ H، وبعدها إلى ما لا نهاية. الآن إذا ذهبنا إلى النقطة H لا يوجد شعاع اسمه HJ، لأن الخط ينتهي عند J ولا يستمر إلى ما لا نهاية. إذن لا يوجد شعاع HJ، لا يوجد شعاع H لأن نقطة واحدة، ولا يتم تحديد اتجاه شعاع بنقطة. لا يمكن أن نقول أن هذا شعاع لأنه لا يوجد نقطة هنا لتحديد الاتجاه، ولا يمكن أن نستخدم نقطة واحدة. وبالتالي بالنظر إلى هذا الجزء من الرسمة، الشعاع الوحيد لدينا هنا هو JH. إذن الشعاع الوحيد لدينا هنا هو JH. الآن دعونا ننظر إلى النقاط الأخرى. إذا نظرنا للنقطة C مرة أخرى، لا توجد نقطة أخرى باتجاه اليمين إذا بدأنا من C حتى نحدد الاتجاه، لذا يجب أن نذهب بالاتجاه الآخر. هنا يمكن أن يكون لدينا الشعاع CE، يبدأ من C ويمر بE ويمتد إلى ما لا نهاية، وهذا سيكون الشعاع CE. يمكن أيضا أن يكون لديك الشعاع الذي يبدأ من C ويذهب باتجاه F ويستمر إلى ما لا نهاية، وهذه في الحقيقة هي نفس الأشعة، حيث أن F تقع على الشعاع CE وE تقع على الشعاع CF. تذكر أن النقطة الثانية فقط لتساعدك في تحديد الاتجاه ثم الاستمرار إلى ما لا نهاية. إذن هذان يعتبران نفس الأشعة. CE هو شعاع يبدأ من C ويستمر إلى ما لا نهاية. CF أيضا هو شعاع يبدأ من C ويستمر إلى ما لا نهاية باتجاه F. إذن هذان هما نفس الشعاع ويعتبران شعاع واحد. والآن دعونا نفكر ماذا يمكن أن نفعل من النقطة E. يمكن أن نبدأ من النقطة E ونذهب باتجاه C. إذن هذا شعاع ويسمى الشعاع EC. يمكنك أن تبدأ من E وتذهب باتجاه A وتستمر بالذهاب، وهذا شعاع جديد وهو شعاع EA. ثم يمكنك أن تبدأ من النقطة E وتذهب باتجاه النقطة F وتستمر بالذهاب، إذن هذا شعاع EF. فقط للإيضاح، الشعاع EF يختلف عن الشعاع CF لأنهما يبدأان من مكانان مختلفان، رغم أنهما يتجهان بنفس الاتجاه نحو F، لكن واحد يبدأ هنا والآخر من هنا، لذا هما شعاعين مختلفين. سأستخدم اللون البرتقالي. الآن دعونا نرى النقطة F وستفكر في أنها تتجه لليسار، ولكن لا توجد نقطة أخرى هنا تحدد الاتجاه إلى اليمين، وبالتالي يمكننا أن ننظر إلى اتجاه اليمين.
يمكن أن يكون لدينا شعاع FE يبدأ من F ويمر بE ويستمر بالذهاب. إذن لدينا شعاع FE، ويمكن أن تقول هناك شعاع آخر وهو الشعاع FC يبدأ من F ويمر بC ويستمر بالذهاب، ولكن هذا نفس الشعاع FE. E على الشعاع FE، هذا الشعاع FE هنا، E أيضا على الشعاع FC، إذن هذه في الحقيقة نفس الشعاع. وأخيرا لم نركز على النقطة A بعد، لكن إذا ذهبنا ربما تعتقد أنه يوجد الشعاع AE، لكن الخط لا يستمر إلى ما لا نهاية، إذن هو ليس شعاع ولا يمكنك الاستمرار لليمين والأعلى، لأنه لا يوجد نقطة أخرى لتحديد الاتجاه. إذن هذا ما يمكن أن نقوم به لتحديد الأشعة ضمن النقاط المحددة، ولكن إذا تم تحديد نقاط أخرى، مثلا إذا أعطي لنا نقطة هنا فيمكن أن نحدد أشعة أخرى. فإذا كان لدينا النقطة G يمكن أن يكون لدينا الشعاع GH أو الشعاع GE أو الشعاع GF. وإذا كان لدينا نقاط أخرى هنا وهنا وهناك لاستطعنا أن نوجد أشعة أخرى، يبدأ من نقطة محددة وتذهب باتجاه نقطة أخرى للأعلى أو للأسفل باتجاهات مختلفة، لكن حسب نص السؤال فقد تم طلب الأشعة المرتبطة بالنقاط المحددة باللون الأزرق فقط، وبالتالي حصلنا على 1 2 3 4 5 6 أشعة باستخدام فقط النقاط المحددة باللون الأزرق. أراكم في العرض القادم.